كل ما افتح اليوتيوب الاقي قناة صيد منزلة عرض لمحلات ادوات الصيد، والموضوع ده طبعا كلنا كمتابعين ملاحظينه ان هو ايه كتر. طيب ازاي نتعامل مع موضوع العروض بتاعت المحلات والقصة دي؟ تمام، اول حاجة لازم نفهمها ان محل ادوات الصيد عايز ياكل عيش، وده مش عيب، هو معاه منتج بيسوق. دي اول نقطة. تاني نقطة بالنسبة لصاحب القناة اللي بيسوق لصاحب المحل المنتج عنده في القناة، بيسوق للمتابعين بتوعه. طيب ده بالنسبة لصاحب القناة مش عيب ان انت تسوق منتج لصاحب محل. احنا طبعا فاهمين ان انت راجل بايه، قناة بالنسبة لك بقت اكل عيش، مش عيب ان انا استفيد من اي عرض صاحب محل. طيب احنا ناخد عليك ايه، حاجة واحدة بس، ان انت المفروض كصاحب قناة بتعرض منتج للمتابع بتاعك تفهمه ازاي، يعني حدد مين الشريحة اللي هتستفيد من العرض ده. يعني على سبيل المثال انا مثلا بعرض عدة لصيد التشويح، قبل ما اقول العود كذا والعود 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 وانا اطلعه احسن عود في العالم، وبعد كده ارجع اعرض عود غيره، وفي ناس معلش بتسخن وعندها شهوة الشراء دي عالية، يروح يشتري عود في عود في عود، تلاقي بص العدة بتاعته مع 7-8 عيدان و7-8 مكانات، فبيجري على ايه، على اللي بيشوفه، ويقعد يرفع 7 كيلو 8 كيلو. لا، انت فهم المتابع بتاعك مين اللي يناسبه العدة اللي انا بعرضها، عشان خاطر تفيد المتابع وانت تستفيد وصاحب المحل يستفيد. طيب تاني حاجة بالنسبة لي انا بقى كمتابع، اشتري العرض اللي انا محتاجه. بمعنى ايه، انا مثلا معايا عدة تشويح وسد خانة ومش متعطل عليها، مهما شفت بيتعرض في عدة تشويح ما تشتريهاش، حرام، انت راجل معاك بوصة او مكنة، انت راجل هاوي، طالما طالع ومش معطلاك في حاجة ما تفكرش تشتري حاجة غيرها، حرام، يبقى انت كده هتفكر غلط وهتعمل حاجة غلط، اللي هتحطه في المكنة او البوصة التانية دي بيتك اولى بيه. طيب انا مثلا في عرض لصيد الغلة، عدة صيد الغلة، انا مثلا معيش عدة، هنا ايه، هشتري عدة لصيد الغلة لو انا حابب اطلع اشتري عدة لصيد الغلة. طيب قبل ما اشتري لازم اعمل حاجة مهمة جدا، اشوف العدة المعروضة دي، وانا لو لسه صياد مبتدئ او ما عنديش خبرة اروح جايب مثلا مقطع الفيديو ده واروح لصياد يكون خبره، بقاله كتير بيصطاد وعنده خبره، وافرجه اقول له ايه رايك في العده دي، عشان خاطر ما اجيبش عده مش كويسه ويضحك عليا. اجيب انا مثلا ايه في عرض انا شايفه حلو قدام مني، لا مش شرط الحلو اللي انت شايفه يكون كويس وهيفيدك، يبقى انا اروح لايه، اروح لصاحب، اروح لواحد قريبي، اروح لواحد جاري يكون خبره في الصيد، ايه رايك اجيبها ولا ما اجيبهاش؟ قال لك تمام هاتها، قال لك بلاش ما تجيبها. يا جماعة الصياد المبتدئ ما يشتريش حاجة من دماغه، شور على صياد عنده خبرة. وبلاش يعني ايه نزايد في موضوع العدة، انا معايا بوصة سد خانة ما فكرش اجيب حاجة غير لما يجرالها مثلا عطل باظت وما روحش اشتري غيرها، اصلحها، عقلة اتكسرت اركب عقلة مكانها، لبلوب اتكسر اغيره، طقم دبل صدى اروح اغير طقم دبل، عشان خاطر الصيد ما يبقاش عبء علينا. يا رب تكون الرساله وصلت ان شاء الله، المشاهد يكون استفاد، وجزاكم الله خيرا.